السلام عليكم مريم زيانة، تبارك الله عليكم. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم مصطفى باش كازا، واليوم فيديو جديد ان شاء الله تعالى. وكاين الجديد الاخوان ديالنا كما كتشوف في ستوري اللي تحطيت البارح او البارح، كاين الجديد الاخوان ديالنا اللهم بارك، موجود الخير لا في القصيبات لا في المرونيات، وغيكون شي اتمنى جد مناسبه ان شاء الله في ارتيكل جو دخلوا الاخوان ديالنا الخاص. هادشي اللي كاين اخوان. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوا على السكوربيو صوري 5 متر، هي جات الاخوان ديالنا تاع 4 ونص، دابا 5 رجاج اللي بغانا مرحبا. الجديد في الجار الاخوان ساغارا، لا كان سكوربيو ساغارا جي كات كما كتشوفوا، شي حاجه زوينه الاخوان ديالنا. شو الكارب والله ما بالك فيها كيف جديد. وجات البلاك باور في حله جديده الاخوان ديالنا، هذا المليح هذا المليح الاخوان ديالنا. وجا المغربين انجيكا اللي كان ب 750 700 درهم، اليوم غنكون فيه واحد الثمن جديد مناسب غير اللي ما بغاش ولا دا معاه قصبه حتى هو غادي نقصوا ليه الثمن. ما نطولوش عليكم الاخوان ديالنا، غنحاول ندور الكاميرا باش نطيع معكم حاجه بحاجه. هادشي اللي كاين بقاو معنا ما تشوفين. ايوا الرياض ديالنا كما قلنا لكم غنحاول نطيعو كام بكام ان شاء الله تعالى. وكما شفتوا الفيديوهات او ستوريات اللي دارت الاخوان، هذيك السلعه كلها راه جات الله مبارك، ويكون فواحد الثمن جد مناسب اللي فيها بروموسيون ونقولوا الثمن ديالها، واللي ما فيهاش بروموسيون غنخليو الثمن عادي. هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا. معنا اول كار اللي هي سكوربيو ساسوري الغني على التعريف الاخوان ديالنا، هنا كان سكوربيو ساسوري الغني على التعريف كما تشوفو ديما لي زانفوجي بورتموني فوجي. القصبة مليحة الإخوان ديالنا، غنية على التعريف كما تنقولو، اللهم بك الصح. راه ما ديما نقول لكن كتجي مطبوعة من الباكا ديالها كما كتشوفو معايا، قال لاخرين كيجيو مطبوعين من الباكا ديال سكوربيو الإخوان ديالنا. هادشي اللي كاين بالنسبة للقصبة الإخوان، راه مبريسيا بلاتين أوندو الكربون. القصبة مبريسيا بلاتين أوندو الكربون، الناس كيسولو على الكربون. لي زانفوجي البورتموني فوجي أكسيون فيها 120 350 راش فيها واقف الإخوان ديالنا. هادي قصبة ديال الوحوش بامتياز، ملي كتسمع قصبة سكوربيو ساسوري قصبة ديال الوحوش بامتياز، أنا اللهم بارك، راه واقف وصحيح، خاصة بالوحوش. بالنسبة ل 4 ونص كانت عندي الإخوان، وبالنسبة للناس كانوا كيسولوا على 5، يلاه جات راهي كنديرها دابا الفيديو، 5 متر متوفرة، ومن الثمن ديال 4 ونص، هادشي اللي كاين. معايا تاني كان الإخوان ديالنا اللي هي سكوربيو ساغارا جي 4، إخوان ديالنا سكوربيو ساغارا جي 4، مليح ديال المليح اللهم بارك. خف رق كما تنقولوا، شي حاجه المليح ديال المليح اللهم بارك. بالنسبه للاخوان ديالنا القصيبه كيجي فيها فلاكسيون 100 380 غرام سكوربيو ساغارا جي 4 كما كتشوفوا مع الاخوان ديالنا. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي زانوف كيشوفها فوجي البوش مونيتور فوجي تاي امبريسيا 30 اوندو الكربون. الرق الاخوه اللي بغى الرق القصبه راه لقيوها الاخوان ديالنا، ولا بغيت تقارنوا مع الصبيه ديالها لقيوها القصبه. بالنسبه لواحد الشده تي اللهم بارك مليحه، يما كيديروا هاد الشده على حساب راكم عارفين على حساب العرق الاخوان ديالنا. هادشي اللي كاين حتى هي مطبوعه من الباكا، والراس ديالها فيه شويه الحلاوه. بالنسبه للناس اللي كتبغي تصيد براس حلو شويه الاخوان ديالنا، راسها فيه شويه الحلاوه ماشي بحال الساسوري. هادي باديه من 100 380، الساسوري باديه من 120، دونك راس زيت القصوحيه الاخوان اللهم بارك. راس ماشي هيبريد، مي راس فيه شويه الحلاوه، يعني تصيد على جميع انواع اسماك الاخوان ديالنا. هادشي اللي كاين لاخر كومبليت تقريبا كتجي كلها يدي، باش نوريكم الاخوان ديالي نقارب لكم الصوره. لا كانت هي معروفه اللهم بارك، الكاربو اللي فيها كيف داير منس كما تنقولوا، وهو في داك الديزاين ديال المربعات الاخوان ديالنا. هادشي اللي كاين بالنسبه للاخوان. بقات معنا اخر قسمه واللي هي حتى هي سكوربيو سورف سكوربيو بلاك باور الاخوان ديالنا، جات في الحله الجديده ديال الاخوان ديالنا اللهم بارك. نوريو عطاهم كيف داير الاخوان، قسمه رقيقه مريحه كما تنقولوا. هاد العام جات مفتوله بالكربون من الجرب حتى الراس، اللي جا فوجي البورتموني فوجي الاخوان ديالنا. بالنسبه للاك الاخوان راه كتجي 3 بياس كما قلنا لكم، وبالنسبه للاكسيون كيجي فيها 100 380 اخوان. سامو ديال الرويس سامو راه حتى هو يكون حلو شويه الاخوان ديالنا، ماشي بحال 150 350 او 120 350. هادشي اللي كاين، اللي بغى شي قصيبه راه مرحبا الاخوان ديالنا، دوز عندي الواصل كل غير خير. بالنسبه للمفاجاه الاخوان ديالنا كما قلنا لكم، هو هاد المونيري 14000 انجيكا الاخوان ديالنا اللهم بارك المليح ديال المليح. مونيري اللي قد يهز لك كولومات دي سبيد، ايها الرئيس يهز لك كولومات دي سبيد نمره 50، يعني كيهز 1000 اخوان بوبيل 1000 كيهزها كامله. بالنسبه ل 40 تيهز في الاخوان 800 متر، اللي باقي لي زانفو ديالو راه هما دابا نبارطاج معكم الكارطون ديالو. هادشي اللي كاين الاخوان ديالنا. المهم بالنسبه للمونيري المليح الاخوان كيجيب دوبل بوبين اون ميتال افيك براد كومبا كما كتشوفوا، تي اون ميتال
مولاي الاخوان ديال اللي مليح وكنا دوزناه ب 750 700 درهم العام اللي فات. التسميح هذا العام جا في ثمن جد مناسب، اسمعوا مزيان الاخوان ديالنا، 600 درهم اخر رايس. نعم كيف سمعتي 600 درهم باش نبقى هذا الموريني بهاد الجبوبينات بهاد الكاليتي هادي كما تنقولوا. وبالنسبه لهاد الموريني الاخوان ديالنا راه الشبيه ديال انتغرا شيمانو انتغرا اكس اس او 14000، راه الشبيه ديال الاخوان، ضربوا لها الديزاين ديالو كيفاش ديال اللهم بارك. المهم موين الدراوش الاخوان غنخليكم ب 600 درهم. وشنو هي المفاجاه؟ يا اي واحد خدا عندنا شي قصبه كيما بغات تكون حتى اخر زيد 250 درهم 300 درهم، ماشي ضروري تاخذ هذه الساسوري ولا تاخذ عندي، غنخليك هذا الثمن ديالو 550 درهم الا اختي معاك قصبه بروموسيون هاوته ليكيداسيو، اعتبروا كيما بغيتو اعتبروا الاخوان ديالنا. المهم هذا هو المفاجاه ديال الفيديو، كيما قلنا لكم الثمن 600 درهم طيح في 150 درهم 100 درهم العام اللي فات. وبالنسبه اللي باغي يمدكم لاكار اي لاكار اختي اي لاكار كيما بغات تكون، الله يجعلها تكون ديال 250 درهم نحسبوا لك 550 درهم. المهم الثمن 600 واللي غياخذ مع لاكار غتبقى لي 550. هذا الشيء اللي كاين، موري اللي مليح كيجيبوا بيناتش نبارطاج معكم الانفورماسيون ديال الاخوان ديالنا اللي باقي راهم راهم هذا 14 من الاخوان ديالنا كيجيب 18 دولار راسو كيجي 4 فيغيل ويت بالنسبه للسبي ب 35 تيز في 850 كما قلت لكم 1000 تقريبا 40 تيز في 800 720 غير 800. هادشي اللي كاين، اللي بغى شي حاجه الاخوان ديالنا مرحبا. بالنسبه للارتيكل الاخرين غنحاول ندوز الفيديو بشويه شويه باش داكشي ما يجيش طويل الاخوان ومومن. اللي بغى شي حاجه انا مرحبا خلينا مجال الواتساب فوق هاد الفيديو هذا تواصلوا مع الاخوان ديالنا ما يكون غير الخير. بالنسبه للتوصيل راه كاين جميع المدن المغربيه، غادي غير نودعكم ونقول لكم كان معكم اخوكم مصطفى بيس كذا، تحياتي ومع السلامه جميعا.